طلب الخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة، يوم جديد ومشوار جديد وأكيد مواضيع جديدة، أسبوع جديد إحنا نبدأ به. وقبل الثواني من نبدأ البرنامج قلنا رأفت قال لي تفائلوا بالخير تجدوه، أكيد إحنا لازم نتفائل بالخير، لازم نحط أمامنا كل الأشياء الإيجابية، السلبية موجودة لكن لازم أنه نتعداها ونتخطاها حتى نوصل للهدف. الحياة هي بها سلبي وإيجابي، وإحنا بالعراق للأسف أنه عندنا سابقاً السلبي كبير وغطى علينا وأثر علينا بشكل جذري على مفاصل حياتنا. لذلك لابد أنه واحد من يشوف شيء إيجابي فشيء بفرح يتمسك به، حتى عسى ولا على أنه هو يغطي على السلبي وينسينا السلبي بنفس الوقت. لذلك إحنا نبدي أسبوع جديد ومشوار جديد وبإيجابية جديدة رغم كل المنغصات اللي مرت الأسبوع الماضي. الأيام الماضية كانت صعبة، بها أشياء أحداث جديدة، بها أحداث قد تكون عنيفة ومؤلمة وصادمة، ومن الممكن أنه كانت تسرق منا الثورة، لكن لابد أنه واحد يعيد مرة أخرى حساباته ويبدي حسب الموجود عنده حسب المعطيات ويبدي صح، والخطأ يستفاد من عنده حتى هو لا يعيده مرة أخرى في مستقبله سواء إله أو للأجيال القادمة. لذلك بلشنا وياكم بحلقة جديدة، بتفاؤل جديد، بأمل جديد، بأخبار إيجابية جديدة نستفاد من عدها، سواء إحنا اللي قاعدين بالمنازل ومساندين، سواء اللي جاي يشتغلون حسب كل واحد وموقعه، سواء الموجودين المرابطين في ساحة التحرير وبقية الساحات في العراق. مرحبا رأفت، والحمد لله على السلامة. ورأفت كان في بغداد وفي ساحة التحرير، فكان محمل بالأخبار والمواضيع بالتفاؤل والأمل. ونسيت أنا المفروض أدخل التيك توك، جاب لي تيك توك من هناك، ما راح هاي تيك توك مزورة التحرير لازم فنسيت المفروض والله يعني جزء بالفاصل عشان نجيب التيك توك. هاي يعني هاي الشغلة الجديدة اللي صارت. الله يذكره بالخير علي فاضل، في سنة من السنوات جاب لنا حاجز كونكريت صغير مصغر، لأن هاي كانت المعروفة في معروفة بغداد. في بغداد هسه حاليا التيك توك صار معروف في بغداد. أكيد هو التيك توك رمز صار من صح. رموز الثورة. وبدأ مرحبا عليك أزل، وتحية طيبة لكل متابعي الشرقية وبرنامج أهل المدينة، وتحية حب واحترام وأجلال وتقدير لكل الجرحى المصابين واللي راقدين في المستشفيات اللي يعيشون مأساة، وخاصة في هذه الأيام الصعبة اللي دا تمر على العراقيين. والرحمة والخلود لكل شهدائنا الأبرار اللي سقطوا من يوم 1/10 ولحد هذه اللحظة. نقول يا رب الأمن والأمان في الأيام القادمة، والصحة والسلامة لجميع أبناء الشعب العراقي من الشمال للجنوب، وخاصة المرابطين في ساحات الثورة الكبرى واللي ما زالت لحد هذه اللحظة كبرى، ولازم أنه يبقى عندنا أمل كبير بهذه الثورة الكبرى. لازم نقول كبرى لأنه ما نريد نصغرها، مثل ما أنه الكثير من الناس اللي دا يحاولون يشوهون سمعة هذه التظاهرة ويحولوها عفوا من ثورة إلى شيء معيب مسيء مخزي، مثل ما هم ذكروا في أغلب الشاشات وفي أغلب مواقع التواصل الاجتماعي. تحية حب أيضا لكل النساء المرابطات اللي لحد هذه اللحظة اللي ما عرفوا شنو معنى الملل، ولا عرفوا شنو معنى التعب، ولا أنه قدروا أنه يرجعوا لمنازلهم ويتركون ساحة التحرير ويتركون بقية الأماكن القريبة من ساحة التحرير، مثل دادل الخلاني وأيضا سعدون لأبو نؤاس، وهذه الأمور أو هذه الأماكن القريبة من ساحة التحرير. ساحة التحرير جميلة جدا، يمكن أنه إحنا صار فترة أنه من بدأ الثورة لحد هذه اللحظة ما شايفينها لأنهم مشغولين في البرنامج، ودائما ما نذكر لكم أنه كل من يساهم من مكانه، كل من يدعم الثورة من مكانه، لكن أنه ما يصير أنه إحنا نبقى ما نشاهد هذه الثورة الكبيرة وما نسجل حضور وما نخلي بصمة في ساحة التحرير. ساحة التحرير جميلة جدا بشبابها الواعي، بشبابها المثقف، بشبابها اللي لحد هذه اللحظة متواصل بسلميته. كل هذه الأمور السلبية اللي تذكر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات اللي هي عدوة للشعب، هذه كلها مفبركة وكلها فيك، إنه ما لها أي صحة. ممكن إنه تكون هناك سلبيات وقليلة جدا، لكن الإيجابيات والأمور الإيجابية جميلة جدا، وإحنا يعني نشد على أيدي الشباب اللي موجودين، ويا ربي إنه تكثر من هذه الأفكار الإيجابية اللي دائما ما يبعثوها لنا حتى إحنا نرسلها لكل العالم، ونوصل صوت التظاهرة وهذه الثورة الجميلة بشبابها، بشيابها، بنسائها، بأطفالها اللي موجودين، واللي أيضا شاهدنا شباب بأعمار صغيرة جدا مرابطين، ومطر وبرد وضيم، لكن إن هم موجودين ومتفائلين وعندهم إصرار أنه يبقون بعد أشهر عديدة لحد ما تتحقق كل مطالب الشعب العراقي.
بعيدا عن هذه الاسماء اللي موجوده واللي يردون يزجون بها للوسط ويفرضوها على الشعب العراقي. الشعب العراقي ما عاد مثل الشعب بالايام الماضيه او ما قبل شهر تشرين، لا، انه مثقف واعي، عنده اصرار، عنده اراده بالتغيير. فانتم ما لانه تجون تجيبون اسماء انه هي مفروض علينا، لانه ما راح تقدرون تفرضون علينا اي شيء من اللي انتم رايدين، لا بقانون تعديل، يعني لا بقانون مفوضيه الانتخابات المستقله ولا بغيرها من القوانين اللي بديتوا تغيروها حسب ما يحتاجها مقاسكم او تحتاجها مصالحكم الشخصيه. موضوع جميل جدا انه احنا يمكن منذ ايام عدد جدا واحنا نسولف فيه، اللي هو الاحتفالات الخاصه باعياد الميلاد المجيد، اللي كثير منها انه توقفت والكل بلغ انه توقفت هذه الاعياد احتراما لارواح الشهداء والجرحى اللي موجودين في العراق. واليوم ايضا لكن هذه المناسبه تبقى عزيزه على كل العراقيين وتبقى لها مكانه بقلوب كل العراقيين. احنا ما مرت سنه اذا مو العراق كل احتفل من شماله للجنوب بهذه المناسبه العزيزه اللي هي اعياد الميلاد وشجره الكريسماس، وخاصه انه الشعب العراقي يبدي يحضرها من قبل ايام، يمكن حتى من بدايه شهر 11 انه نبدي نحضرها لحد ما نوصل ليوم الميلاد او راس السنه الميلاديه. شجره جميله جدا محمله باسماء الشهداء، وهذا تخليد لاسمائهم وذكراهم اللي موجوده واللي شاهدناها من خلال هذه الصوره ومن خلال ايضا مقاطع فيديو وصلت لنا لبرنامج اهل المدينه. هذه الشجره اللي هي الجميله محمله بالاسماء بعيدا عن الكرات الملونه وبعيدا عن الورود، لكن هذه هي الاسماء والصور الجميله اللي خلدتها هذه الشجره من اجل ابقاء اسم ورسم الشهداء اللي سقطوا ظلما بايدي الحكومه. هذه الافكار الجميله وهذه الافكار الايجابيه اللي دائما ما يرفدون بها الشباب الواعي اللي موجود في ساحه التحرير، حتى انه توصل الرساله الايجابيه لكل العالم ولكل شخص يحاول انه يسيء لسمعه هذه الثوره الكبرى اللي غيرت وبشكل كبير جدا. يمكن انه ما غيرت بالحكومه، لكن انه غيرت بانفسنا، غيرت بداخلنا، غيرت بمجتمعنا. انه الان من تشاهد المجتمع اللي موجود في ساحه التحرير تقول هذا المجتمع وكانه انولد من جديد، كانه منبعث من جديد. ليش؟ لانه تعاون، محبه، تكاتف، تآخي، اكو سلام واكو امان يربط كل المتظاهرين اللي موجودين في هذه الثوره. لحد هذه اللحظه مواكب موجوده تقدم الاكل صباحا ومساء، المي موجود، اللبلبي موجود، الشلغم موجود، الشاي موجود، يعني حتى شاهدنا تواجد ل يعني الكافتريات بشكل كبير جدا، انه داخل هذه الساحه يقدمون الاراجيل مجانا لكل الشباب. فهذا الدعم اللي متواصل ان شاء الله يبقى متواصل، وان شاء الله تبقى هذه الثوره مستمره وما نشاهد اي خلل انه يحدث بهذه الثوره. ما حدث في الاسبوع الماضي هذا لا يمثل لا المتظاهرين ولا الثائرين ولا يمثل الناس السلميين اللي هم جوي حتى يغيرون واقعنا المرير اللي احنا عايشين به بالعلم والقلم اللي كانوا يكتبون بها مقالات ويكتبون بها ويرسمون بها على الحيطان، وكثير من الامور الايجابيه اللي رسموها واللي خلوها في ساحه التحرير. اللي نتمناه انه هذه الثوره ايضا تبقى مستمره، لانه عندنا امل كبير جدا بالشباب الواعي المثقف اللي يقود هذه التظاهره من غير قائد، ونشوفها منظمه بشكل كبير جدا من غير قائد ايضا. وهذا الشباب اللي هو متكاتف اليوم بعده موجود في ساحه التحرير وراح يبقى مرابط في ساحه التحرير، لكن اللي يريده واللي دائما ما نوصي به شبابنا المرابطين في هذه الثوره الابتعاد عن الاماكن الخطره واللي يكون بها متواجد الشغب، حتى انه لا نحتك بهم ولا انه تصير قضايا سلبيه مثل ما حدثت في الايام الماضيه، لانه كل قطره دم من اي ثائر موجود في هذه الساحه هو عدنا بالدنيا كلها. فاحنا ما محتاجين انه اليوم نخسر ونقدم دماء ونقدم ارواح بهذه الامور السلبيه، لا، خليكم موجودين في ساحه التحرير، جسر الجمهوريه، جبل احد والاماكن القريبه حتى نبقى محافظين على هذه السلميه اللي رسمتوها بتواجدكم الجميل واللي راح يبقى جميل الى حد تنفيذ كل المطالب اللي اجينا من اجلها واللي تواجدنا من اجلها في ساحه التحرير. طيب نبقى شويه بشجره الميلاد، شجره الميلاد هي شجره للامنيات، يعني نفتح باب نغلق باب سنه ونفتح باب سنه جديده. لذلك يعني كل سنه للاسف تصير بشهر 12 دائما يصير عندنا احنا بعض المواضيع المؤذيه، وغالبيه السنوات المسيحيين يلغون الاحتفال بهذا اليوم، حتى الناس اللي على حتى في منازلها تكون حزينه
وهي ارجع بقول هي مو احتفال بقدر ما هي امنيه للعام الجديد، حتى الناس تتمنى ان يكون سنه الجايه هي سنه خير، وحتى من احنا نلتقي نسوي تغطيات الكل يقول ان يعم الامن والسلام والامان، هاي الكريشه اللي حفظناها احنا. المبادره يعني هم ايضا هي اجت، دائما اكرر يمكن هاي الكلمه، هي صفعه للجهات المعنيه لزرعه الطائفيه اللي خلت الكثير من المسيحيين من الممكن انه من قد ما صار ضغط عليهم وهاجروا، من الممكن انه يقولون هم ما يحبون هذا الوطن، لكن ما تبقى منهم باعداد قليله اللي احنا نتمنى ان شاء الله بس تخلص الثوره على خير وبنصر يرجعون الى ينورون بلدهم، لان هذا هو بلدهم. كلش نقطه مهمه انه رغم انه هو احتفال، أو هي مو احتفال، أرجع أقول هي شجرة الأمنيات، رغم كل شيء هم لغوا الاحتفال، هذا دليل أن هم ينتمون إلى هذا الوطن. هاي واحدة من الرسائل المهمة للغاية لازم إحنا نأكد عليها، رغم ما مروا من ظروف صعبة. واحد يقول لك يابا أنتوا ضغطتوا علي، أنتوا سحبتوا من عندي حتى عراقيتي، وإذا به هو يقول أنا عراقي وأنا أشارك إخواني في هذه الثورة، حتى أنه أنا احتفالي اللي هو يعتبر شيء لابد من كل سنة يسوونه هم لغوه، أو أنه هم استغلوه ببحث آخر أو بشكل آخر، وهو أنه زين بالعلم العراقي وزين بأسماء وصور الشهداء. فأنا أعتقد حتى في المنازل الكثير من الناس راح ما تحط هذه الشجرة، وإن وضعتها فراح تحط أيضا صور الشهداء. فتحية لهم، شكرا جزيلا لهم، لأنه هم أنطوا أيضا درس من الممكن كان غافل عنه، مو كل واحد يسوي. ففعلا يعني نرجع ونقول احنا بلد واحد، وساحه التحرير صارت هواي بها اشياء، فمن ضمنها من ضمن هذه الاشياء هي شجره الميلاد، او خلينا نسميها احنا شجره الامنيات. نرجع يعني نقول انه هي فرصه ايضا انه احنا نحكي مع 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 شبابنا الموجود، لانه انا اعرف انه الكثير من الناس المرابطه واللي تزور ساحه التحرير يتابعونا، لانه احنا نبث الامل. كل البرامج الاخرى هي تبث ما موجود مساحة التحرير، ما قاعد يحصل من 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 امور سياسيه، احنا يعني هاي الصفحه لاغينها من زمان احنا في اهل المدينه، احنا نحكي وياكم، احنا نبث امل دائما، حتى الاشياء اللي كنا نعرضها في اهل المدينه، رغم بيها من معاناه كثيره، لكن الهدف منها هو التغيير. فحال اجى التغيير هسه حاليا، لازم احنا نتشبث بهاي المعطيات. اللي اتمناه انا يعني هسه رغم مرور ايام طويله، اللي نتمناه اكو فجوه بين الاجيال، ما بين الألفينات والتسعينات الثمانينات السبعينات موجودة، يعني كانت موجودة مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنتوا ايش تفتهمون؟ أنتوا جيل الألفينات، أنتوا ايش تفتهمون؟ إحنا شايفين نفسنا مثلا جيل الثمانينات السبعينات الستينات، حتى الستينات شوية ابتعد، يحس نفسه أنه هو يعني أنا شفت هواي أشياء أنتوا ما شفتوها، أنتوا وعيتوا على حرب. هاي الفجوة لازم إحنا نقضي عليها، أنه ننظر للإنسان أنه كيان أنه من الممكن أبو 2000 ينطيك درس أنت أبو الثمانينات، ممكن أبو 90 ينطي أبو 60 درس. ياما وياما أنه أكو ناس كبار بالسن وكبار بالعمر لكن هو ما عنده تجربة بالحياة أو ما مر بهذا الموقف، ويجي واحد صغير شايف الضيم هو مجرب هاي التجربة يقول لك أنا جرب. اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، فمن الممكن أن يكون هذا حكيم وهذا المجرب، فالمجرب هو اللي ينطيك الدرس. فهسه إحنا حاليا موجودين أنتوا بالساحة، ليالي سمر يومية أنتوا تقضوها، يمكن أكو ناس تنام يمكن أكو ناس ما تنام. اللي أتمنى توعون الشباب، لأنه إحنا كنا بالفترة السابقة على مدى 16 سنة ترى شبابنا هواي انجرف، ولا زال. هاي نحكيها للأمانة، لأن حكينا إحنا الموضوع قبل البرنامج، وأنا ما أقدر أضم فتشي عليكم. اللي أتمنى إنه أنتوا موجودين ناس كبار بالسن، ناس فاهمة، ناس عاقلة، وعوا الشباب الموجود، وعوا الشباب مو كل شيء هو الحياة بيها هواية أشياء تدل على أنه أنت راقي مثقف طموح تحب وطنك، تمام، لكن أنه شلون تحب تعبر عنه بكل سلمية بكل إيجابية بكل صفاتك الحلوة الإيجابية. فلذلك إحنا نتمنى أنه هسه حاليا راح هواية أشياء راح تتغير، من ضمنها أنه هناك لازم تكون قوانين صارمة على الأب والأم بعدم التجاوز على أولادهم، احتواء بناتهم، المدارس لازم تكون إلزامية، التعليم يكون إلزامي، وبالتالي البنية والولد يدخلون يتعلمون، أنه إحنا نثقف نوعي نعلم. هناك مبادئ كثيرة إحنا تنازلنا عنها، منها احترامنا لبعضنا. أكبر مكسب إجانا هشك بالفطرة هو حب الوطن، البقية تجي تباعا. لكن اللي أتمنى هواية أكو بعض الأمور هواية لحوا بهذه القضية، علموهم الأدب الأخلاق مفردات الحياة شلون راح تمشي.
هواي اشياء نسولف بها ان شاء الله جزء يمكن حتى على مدى الايام الجايه والسنين الجايه اذا الله انطانا عمر او اللي يجون الناس اللي بعدنا. انا متاكده انه المجتمع كله الوطن العربي او العالم هو يعاني من بعض الامور اللي بدت يعني رحنا على غير جهه، لكن بالالحاح بالمواصله بالتواصل من الممكن انه احنا نقضي على الكثير. لحد الان احنا زين من عندنا، نعم الله علينا انه احنا لحد الان نمشي ونسير رغم كل المعاناة اللي احنا نمر بيها. طيب نبقى احنا بأجواء الثورة، نروح إلى الحلة. الحلة من المحافظات اللي كانت ولا زالت هي منتفضة، هي تريد الحل. يا ما طلعنا احنا مشاكل من هذه الحلة اللي هي للأسف من ضمن المحافظات المنكسرة اللي مسحوب من عندها كل الخدمات، ما شافت خير في يوم من الأيام إلا ما نادراً، فلذلك هي كان من حقها ان تطلع باعداد كبيره. ايضا عندهم رساله، احنا يعني صورنا جانب من هذه الثوره المستمره لحد الان، عندهم رساله وعندهم كلمه وعندهم مبادئ. لازم نقول انه ساحه التحرير هي لحد الان هي الام والمركز، لكن بنفس الوقت هناك محافظات لا زالت مستمره بالانتفاضه والثوره والاعتصام، ولا زالت تناشد وتندد وتطالب. وتعرفون هسه اكو حراك لاختيار رئيس الوزراء، فاكو هسه حاليا اكو أهازيج جديدة، أكو أفكار جديدة، أكو ضغوطات جديدة من قبل الثوار نحو الجهات المعنية اللي هي نسميها معنية ما نسميها حكومية، لأنه انتهت سالفة الحكومة. إحنا هسه حاليا بتصريف أعمال ولازم أنه نجد حكومة جديدة. روح للحلة وأقول أنه هي تشبه، يمكن رسالتها تشبه كثير من المحافظات العراقية المنتفضة المطالبة بالحقوق المشروعة. الحقيقة نحن مستمرون في التظاهرات في بابل، وكما ترى الأعداد جيدة لحد الآن. مطالبنا مستمرة بتغيير الحكومة بشكل كامل، وكذلك حل البرلمان، وكذلك نطالب بجلب رئيس وزراء شاهد وعاين معاناة الشعب العراقي منذ الثمانين إلى اليوم. لا نقبل برئيس وزراء يحمل جنسية أخرى أو كان برلماني سابق أو شارك في أي حكومة سابقة. مطلبنا وهدفنا الوحيد هو جلب رئيس وزراء عاش معاناة العراقي. كفى 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 للسياسيين المرتزقة. المدينة الوحيدة اللي ما حثت بها أي نوع من الإخلال بالمتظاهرين هي مدينة الحلة، والمواطن يجي للتظاهر وهو مطمئن جدا على وضعه وعلى سلامته من أي أذى، وهذا ما أدى إلى زيادة قدوم المتظاهرين إلى هذه الساحة، خاصة اللي سميناها ساحة أو تقاطع جسر ثورة أكتوبر، لأنه تم هنا عملية تجميع أغلب متظاهري بابل هناك تم تحت هذا الجسر. لا، هذا غير مجدي وغير صحيح. المتظاهرين هم اللي يرشحون رئيس وزراء، أي إنسان آخر يجي سبق أن كان ضمن الجهاز السابق أو ضمن الدولة السابقة هو مرفوض نهائيا، ولذلك هم المتظاهرين هم اللي يرشحون رئيس الوزراء، وهم اللي يمثلون رئيس الوزراء، هم اللي يرشحون رئيس الوزراء ويمثلهم بحرية إن شاء الله. نحن المعتصمين في ساحة الاعتصامات والتظاهرات نقول للعالم أننا باقون لحين تحقيق مطالب الشعب العراقي، وهي إزاحة الكابينة السياسية القديمة التي حكمت العراق من 2003 ولا حد هذا اليوم، ولم تقدم شيئا للعراقيين جميعا. ونحن نوصل رسالة
إلى العالم أجمع أن الانتخابات المقبلة تكون حرة وتكون موثقة من أبناء الشعب. ولا نريد طبعا ولا نريد أي واحد سياسي من القدماء أن يرشح نفسه، لأن الشعب إن شاء الله ما ينتخبه، وعيوبهم وفشلهم، وحتى المرجعية قالتهم فاسدين وفشلوا في سياستهم في كل الميادين. وأقول أيضا أن الانتخابات والقانون الجديد يجب أن يكون حرية للانتخابات للجماعات الشابة المنبثقة من الشعب والاعتصامات، لأن هؤلاء يستطيعون أن يقودوا البلد ويستطيعون أن يخرجون من إلى بر الأمان. ونحن نقول أنا شخصيا حقوقي وأطالب بحقوق الشعب العراقي إلى أن تتحقق بإذن الله. ونشكر كل الإعلاميين المتجاودين في الساحة الذين ينقلون الحدث أول بأول وخاصة الشرقية. أول شيء أنه إحنا مجموعة طلبة وخريجين، وأكو أحيانا أيضا المسؤولة مالتنا هي موظفة مهندسة نس السالي، فإحنا اجتمعنا وسوينا هذا السوق باب الدعم المتظاهرين. سوينا هواي أشياء، منها إذا تشوفوها كتب وخرازيات وملابس وتحفيات، كل شيء، كل ذنيجين تبرعات، ومن خلالهن يعني نتبرع اللي يتبرعون العالم بيهن، إحنا بدورنا نبيعهن وندعم المتظاهرين بال الفلوس مالتهن. تطوعية، كلها تطوعية، كنا متطوعين لهن. كلش حلو قبالهم ويجاوبوني أنا كلش بشكل إيجابي، وخصوصا من يعرفون إنه الدعم المتظاهرين يعني دا يساعدون أكثر من اللازم. لا زالت المرأة تضرب مثلا، يعني هاي الحلة اللي كانت قبل سنين ما كنا من نصنع تقرير نتحسر على انه فتاة تطلع وتجينا صعبة انه تجد بنية تجي تعبر عن مشاكلها اللي تمر بيها، واذا بيها هسه عدد البنات يمكن حتى او كلام البنات يكون اقوى حتى من الولد. الشباب عليهم العمل والبنات القول والفعل، باقين يخبزون، يعني هي تعمل اكثر مما الشاب موجود مرابط في ساحه يعمل هو، لكن مثل البنيه هي صاحبه الافكار، ونعتقد انه هي السبب في بقاء الشباب، لانه الواحد من يشوف انه يقول انه سيده باقيه، بنيه باقيه بهذا العمر، هي باقيه تسندني واقفه وياي، عيب انه انا اتراجع وارجع الى البيت، لازم استمر إلها، لأن هي ايضا عانت معاناه. يعني لا تنسى احنا 16 سنه، وارجع اقول ال 35 سنه وياها، شنو اللي شافته المرأة؟ شافته الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات، وتنتظر هي أما أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها يجيبونه شهيد بالعلم، وهاي أو إنه هو أسير وتبقى تنوح. ولحد الآن يمكن هناك أمهات ما تدري ابنها ميت، لو عدل موجود حاليا يا أما بالعراق يا أما ما موجود. وحتى من نشوف إحنا رفات يجيبون نشوف إنه هناك أمل، عسى ولعل يكون ابني حتى أقدر أدفنه. يا هاي المرأة العراقية، فمن حقها الثور، من حقها أن تطلع، لأن أنت تنهي هاي، ما تريد أم عراقية أخرى أن تشوف الضيم اللي شافته. وأنا هاي اللي أدقق عليها، أنه يمكن إحنا كعمر تجاوزنا كثير من السنوات من عمرنا، يمكن باقي القليل ما نعرف، يعني إحنا نقول أنه الأعمار بيد الله. أنا ما أريد أشوف لا ابني ولا بنتي ولا أحفادي يشوفون اللي أنا شفته. منو الحصار؟ الحصار اللي كانت توقف الأم على الطباخ ما تعرف شو تسوي لأولادها، من تقعد هي تشوف انه اولادها جوعانين وما تعرف تسوي لهم اكل، لو انه هو ما موجود الاب، وتقعد هي تحتار انه كانما تقول يعني تقطع من جسدها وتنطل اولادها. يعني شلون ما تثور؟ شلون ما تطلع المراه وتحكي؟ منو المراه اللي هي تريد تتعلم، اهلها بس يخافون عليها، هم بدهم تتعلم، لكن 16 سنه هم دمار والام وتعب وضيم وقهر، يعني يا مره اللي ما تطلع. فلذلك اكو رسائل كثيره ارجع واكرر انه هناك الكثير من النساء بدهم يشاركون، لكن اهلهم نتيجه النظره اللي احنا نمر بها بالمجتمع، واحنا نقدر هذه القضيه، لكن تقول انا مشاركه يا اما بالدعاء يا اما بالصلاه يا اما بالقران يا اما بالمتابعه بالاسناد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق انه احنا جمعنا فلوس، عن طريق الطبخ، كلها دعم، كلها انا اعتقد انه كل وحده من عندهم هي تمثل 10 او 20. تحيه لاهل الحله.
تحية لشبابها وبناتها وكبار في السن. هذا الكبير بالسن وعنده لحد الآن حب للوطن، هذا هو درس بحد ذاته للشباب. يعني هذا الشاب شو ينتظر؟ هو شاف الضيم وهو هسه في خريف عمره، لمن طالع؟ هو طالع لأولاده وأحفاده، ومن الممكن هو هسه مودع عنده يعني قلبه ملتوم وعنده أعزاء رايحين من عنده. وكو نقطة كلش مهمة بدي أحكيها بخصوص البث المباشر، من الناس تقول أنت ما عندكم أحد ملتوم، أنتم ما تدرون إنه إحنا كلهم إخواننا، يا أخي إحنا كنا في بلد واحد، من واحد يسقط فإحنا كلتنا وياه، من واحد ينجرح كأنما إحنا مجروحين، لا تتعاملون بهاي، أرجوكم هذا رجاء أخوي إنساني من باب إنه إحنا أولاد بلد واحد، لا حد يزايد بالوطنية، كنا نحب الوطن، صح بدرجات متفاوتة، لكن ما تجي تقول لي أنا أحبك أكثر لو أنت تحبني أكثر، مو بكيفك أنت، أنت ما داخل بقلبه وشايف أنت أنا شنو بي، فلذلك لا تزايدون، أنت حب وطنك بالشيء اللي تريده، وما لك علاقة بالمقابل، أنت سوي اللي تريده، أنت سوي اللي تحس إنه ضميرك مرتاح عليه، وما لك علاقة بالمقابل، ليش أنت تظل حاط كأنما نقرك ويا نقر المقابلك؟ يعني أنا أعتقد إنه هاي أنت تضيع وقتك وتضيع وقتنا. يا اخي حب وطنك براحتك، شو تريد تسوي سوي، وخلي المقابلك يحب وطنه ما يحب وطنه، هو وطنه يتجازى وهو والله يتجازى. احنا حاليا في ثوره، شنو تقول ماكو ثوره؟ فانت تكسر بالوطن وتكسر بالثوار وتكسر بالشهداء. تقول اكو ثوره بس اكو سلبيات كثيره، انت كذاب لان الايجابيات اكثر. ما احنا طلعنا احنا 16 سنه كانوا اكو وحده من الحملات قالوا انا تعلمت انه بعد ما احكي على وطني. ما احنا كنا نسب الوطن يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، يوميا نسبه بالبيت، تنطفي الكهرباء نسب الوطن. انا من الناس اللي كنت اسمع واقول شو علي الوطن، شو علي الوطن، الوطن ما له علاقه، ما احنا اللي عايشين به، ما احنا اللي جايين نخرب به. هسه حاليا الواحد من الدله تقول له عراقي يقول لك ادك تحيه للعراق. فيا ناس يا عالم، كل من يبتهي بروحه، خلي هو ويا نفسه ويا ضميره ويظل هو شلون يحب العراق، ترجم حبك، ادرس اقرا اكتب غني سوي الاشياء الايجابيه، غير بنفسك، هذا هو حب للعراق. فلا تظل والله انت سويت وانت حربت وانت يا اخي انت ما مات لك واحد، يا عمي كلهم الماتوا حتى بما فيهم اللي صار يوم الخميس، هو هذا شهيد ومقدور، والله لا ينطي اللي سوى هذه اللعبه العفنه حتى هو يصف. يعني شوفوا اول ايام نزلوا لنا بنات وخلوهم يرقصون بالشوارع، هم بناتنا، وواحد ينقهر ان هم زجوهم بهالشكل زاويه حقيره وتافهه، لكن واحد يقول شوف شوف ايش قد هم ندلين وايش قد خسيسين. مواقع التواصل الاجتماعي لازم واحد واحد من جماعه الثوره ومن جماعه المساندين عرونا، كل ساعه مطلعين قصه، كل ساعه مؤلفين، هاي ناس ما تخجل. أنا متأكدة هم لو على نفسهم يحجون، والدليل أنهم هسه واحد يطلع فساد الثاني. فلذلك أنتوا كونوا كل واحد يكون هو أيقونة، كل واحد يكون هو الكيان بحد ذاته، حب الوطن من زاويتك على أن لا تعتدي على صديقك وأخوه، لأن أنت جاي تقتل الوطن بهاي الطريقة. نكمل إحنا مشوارنا نبقى بالإيجابية، لكن لابد أنه بفترة فترة ننصح بعضنا، لأنه مهم أنه إحنا هذا هو السند، أن نكون إيد وحدة أمام عدو. ترى إحنا مو عدو واحد، إحنا عندنا أعداء كثر، فان شاء الله احنا نستمر بالايجابيه، ويا رب توصل رسالتي للكثير من الناس. ارجع اقول احنا في نفق بيد كثير من 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 الاصدقاء وبيد كثير من الغرباء، فالغريب ارجع اكرر اللي يحب ينضم لنا اهلا وسهلا، الوطن للجميع ويتسع للجميع، اللي كفر عن ذنبه يقول يابا انا غلطت انا اسف، ويرجع يمشي ويانا الى نهايه النفق حيث النور ان شاء الله والامل الجديد والوطن الجديد. أكيد هي السلبيات أنه موجودة في كل مكان، أنه لازم تكون هناك سلبيات، لكن هذه السلبيات مو الثائرين نفسهم اللي خلقوا هذه السلبيات وجابوها من أماكن بعيدة وزجوها داخل هذه الثورة أو داخل ساحة التحرير. السلبيات اللي موجودة هي كلها من إنتاج الأحزاب والميليشيات، وأيضا الحكومة اللي تحاول أنه تسقط الثورة بأي شكل من الأشكال. إحنا لو ننتبه، لو بس نركز على الموضوع، ليش أنه كل خميس أنه جايبين لنا سالفة، كل جمعة جايبين لنا سالفة، أنه يمشون كم يوم يعدوها على خير وبعدها أنه يبتكرون فشي جديد حتى يحاولون أنه يسيئون أو يسقطون هذه الثورة اللي طلعت من ناس تعبانة، ناس عانت معاناة كبيرة جدا، يلا أنه قدرت الثورة أولا على نفسها ومن ثم على الظلم والفساد اللي عاش ويانا وجثم على صدورنا منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة، وما زلنا لحد هذه اللحظة نحارب ونقاتل حتى بس أنه نتخلص من هذه الثلة الفاسدة اللي دمرت العراق، اللي نهبت العراق، اللي أخذت كل ثرواته وخلتنا أنه
كل شيء ما عندنا وكل شيء ما نقدر نجيبه ولا أي شيء نقدر نسويه ممكن إنه يطور مستقبل العراق ويفيد العراق. إحنا نجي على قضايا كلش مهمة اليوم، يعني إذا راجع الوزارات شنو اللي قدروا يغيروه؟ يعني هسه بعد ما شافوا هذا الضغط أو هذا الكم الهائل من الثائرين المتواجدين في ساحات التظاهر وساحات الثورة الكبرى، قدروا يغيرون؟ ليش؟ راحوا على مستشفى وقدموا لها خدمة، إنه وفروا علاجات للمرضى، نقذوا الناس المصابين اللي عندهم إصابات بليغة جدا بسبب غاز مسيل للدموع والرصاص الحي اللي شاهدناه منذ 11 والحداثة اللحظة. لا، كل شيء ما يقدرون يسوون، عايفيها فوضى في فوضى، ويقول لك انه ها خليهم ملتهين واحنا نسوي الاشياء اللي تفيدنا واللي ممكن ان تخدمنا وتخدم احزابنا، لانه احنا اللي راح نبقى مسيطرين، وبعدهم انه عندهم امل ان هم اللي راح يبقون مسيطرين. ليش؟ لانه يقول لك احزاب جماهير الاحزاب كل شيء هواي، وبالتالي انه احنا اللي راح نسيطر على كل مفاصل العراق ويبقى العراق بدينا وما ننطي لأي أحد، وكل من يسن قانون وكل من يعدل الدستور حسب مزاجه وحسب ما يفيده ويفيد كتلته وحزبه. وهذه الكتل المتناحرة على السلطة صار لها سنين وما قدرت تتغير ولو بشيء بسيط جدا، وخلينا نقول نسبة 5% نحو الأشياء الإيجابية اللي من المفترض تكون موجودة بالعراق على مدى السنين الماضية والقادمة أيضا. موضوع وزارة التربية والظلم اللي تعرض له الطلاب أو هذه الفئة اللي كانت كلها تدرس ضمن مدارس وزارة التربية منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة، تهديم المدارس بحجة إعادة إعمارها وبنائها من جديد وغيرها من الأمور اللي بس رادوا يحاولون ويخلون ويجعلون المجتمع العراقي مجتمع جاهل وغير مثقف وغير واعي وما له دخل وممكن أنه ينقاد بأي شكل من الأشكال، واللي يقوده أنه ممكن شخص غير قادر على إدارة نفسه أو على قيادة نفسه وعائلته، هم هذا اللي رادوا يوصلون الشعب العراقي إلى، لكن للأسف أنه ما قدروا ولا يقدرون أنه يوقعون ولو فرد من أفراد الشعب العراقي، لأنه كل إحنا عندنا ثقافة وعندنا وعي وعندنا معرفة بالأمور العامة، يعني حتى إذا مدارسي، لكن إنه يقول لك إنه المجالس ثقافات والديوان إنه أيضا هم ينطي ثقافة، فكل إحنا ولد عشائر ولد عرب إنه متعلمين هذه القضايا من أهلنا ومن أجدادنا. لكن اليوم إنه بعد ما إنه بدت هذه الثورة، إنه قلنا الثورة هي مدرسة كبرى لكل العراقيين. ليش؟ لأنه إحنا تعلمنا من عندها أشياء إيجابية فخمة، ولحد هذه اللحظة بدنا نتعلم، وما زالت لحد هذه اللحظة أنه أكو لجان أكو مجاميع أنه تنطي الوعي والثقافة لكل الثائرين والمتواجدين في ساحة التحرير وفي كل المحافظات العراقية. حملة أطلقوها شباب أنه شنو تعلمت من الثورة؟ احنا تعلمنا كل الأشياء الإيجابية من الثورة، وراح نبقى نتعلم من الثورة بأكثر الأشياء الإيجابية من خلال تواجدنا ومن خلال مواصلتنا أو تواصلنا مع الموجودين والثائرين في ساحات التحرير اللي موجودة في كل محافظات العراق. نشاهد الفيديو وإن شاء الله نتعلم الأكثر والأكثر في سبيل الحفاظ على الثورة. شنو تعلمت من الثورة؟ تعلمت أخذ حريتي بالرسم. تعلمت من الثورة أنه أحب صح. تعلمت أحترم القانون وإشارة المرور. تعلمت من الثورة أن الوطن بيدي. تعلمنا حب الوطن. تعلمت من الثورة أنه أعرف شلون أعيش. تعلمت أحفظ النشيد كامل. تعلمت من الثورة ما أخاف من الموت. تعلمت من الثورة أنه أكون قوي. تعلمت من الثورة أكون مسامح. تعلمت من الثورة أنه أكون إنسان حقيقي. تعلمت من الثورة أساعد العالم. تعلمت من الثورة أن أقدر أعبر عن نفسي. تعلمت أخذ حق سوسو. تعلمت أنه أشعر بالمسؤولية. تعلمت من الثورة أن الوطن طائفتي. تعلمت شلون أخذ حقي. تعلمت من الثورة أنه ما أخاف نهائي. تعلمت أكون حرة. تعلمت من الثورة لازم كنا نكون إيد واحدة. تعلمنا من الثورة أشياء جميلة وإيجابية وكبيرة جدا، أنه من ضمنها أنه هذه اللجان اللي موجودة اللي نظموها شباب مثقفين واعين محبين لوطنهم محبين للحياة، أنه والدليل على كلامنا أنه الأشياء اللي تعلمناها إيجابية، تعلمنا أنه ننظف، أنه هذا الشاطئ اللي هو الكل يعرفه والكل كان محروم من عنده، لأنه الجهات الأمنية فارض طوق على الجرف أنه ما تخلي أحد يوصل. ليش؟ لأنه مقابل المنطقة الخضراء، فبالتالي أنه ما يصير أحد يوصل له، لكن بعد ما لامسته أيدي الثائرين الأبطال تحول من مكب يعني كان مكب نفايات، لكن الآن تحول لمحطة استراحة كبيرة لكل الثائرين اللي موجودين في ساحة التحرير، والأعمال القادمة أو الأيام القادمة بها أعمال كبيرة جداً راح نشاهدها من خلال تواجد الشباب اللي موجود في ساحة التحرير. أنا تعلمت من الثورة أن هناك الكثير من الناس تحب هذا الوطن، وأنا كنت أعتقد قليلين اللي يحبون هذا الوطن، طلعنا هواي نحب هذا الوطن ونحبه بشكل جنوني. تعلمت أنه إحنا صبورين هواي
لكن صبرنا خلص ولازم نغير. تعلمت أنه إحنا نعيش في بلد واحد لكن كنا متفرقين وكنا ما نعرف ببعضنا، هسه حالياً تعرفنا أكثر وحبينا أكثر. طبعاً هناك الكثير من المواضيع، كنا ردنا نحشي على السينما الموجودة حالياً، على الشاطئ، أشياء جديدة مبتكرة. تعلمت أنه إحنا ناس، أو متعلمت، صار عندي يقين أنه إحنا شعب ذكي جداً وإحنا نحتاج إلى فرصة. وإجت الفرصة، نحتاج إلى مساحة، انطيني مجال وتشوفني أنا شلون أبدع. أنا أطلع لك، مو يقول لك الحب يصنع المعجزات، حب الوطن صنع المعجزات. صح. طلعنا إحنا من شيء إلى شيء، ولا هو شاطئ صغير مكان هالقدوتة طلع بهاي البلاوي كلها؟ يعني إذا معناتها الحب شنو سوى؟ إحنا رح نحكي بأشياء كثيرة وإيجابية، وأنا أتمنى من الناس ما لكم علاقة باللي جاي، يعني ما بدي أقول يعوي، لا، لأنه هذا نقول أخونا وهو ابن هذا الوطن وعايش ويانا. للصوت النشاز نقول له تعال انت، تعال شوف، تعال ويانا، انزل، ما عجبك الوضع ارجع الى وضعك. باكر عقبه من تنجح الثوره وين تنطي وجهك؟ وين تروح؟ ترى ماكو اي بلد يقول لك اهلا وسهلا، يبقى هذا بلدك، فشو راح تقابلنا؟ شلون تتاقلم ويانا وتعيش؟ من هسه انزع ثوب الطائفيه والعنصريه والانتماء لاي حزب، وانتم لوطنك وانتم لاهلك حتى تقدر تعيش وانت سعيد ومرتاح. هذا كل ما كان عندنا، او حقيقه عندنا اشياء كثيره ان شاء الله بالايام الجايه نعرضها، ونتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، وعلى وطن امن وسعيد ومستقر ويحوي ابناء الشرفاء فقط كما لا. قبل الختام دعوه لكل العراقيين، تعالوا شوفوا ساحه التحرير وساندوا اخوانكم اللي موجودين في هذه الساحه من اجل استمراريه الثوره، لانه ثوره كبيره جدا ضد الظلم والفساد. مواضيع كثيره راح نتناولها في الايام القادمه. تحيه حب واحترام لكل الثائرين ولكل الجرحى الراقدين، والرحمه والخلود لكل شهدائنا الابرار. شكرا لكم، الى اللقاء.